في إطار مواكبتنا لمختلف التظاهرات والأنشطة في مدينتنا، قمنا اليوم الأحد 15 من فيفري سنة 2015 بتلبية دعوة نادي الأطفال بتبلبة لمواكبة ندوة في التنمية البشرية بعنوان بناء الثقة في النفس عند الطفل، قدمتها مدربة التنمية البشرية مروة بديرة. وقد تناولت هذه الندوة الموجهة للأولياء سبل التعامل مع الطفل وكيفية تربيته على كسب الثقة في النفس وتدعيمها، مما من شأنه تنشئة جيل ناجح وقادر على القيادة واعتلاء أرقى المناصب في جميع المجالات.